بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الكحول الأثيوبي الوطني في مباراة دور الثمانية للبطولة الأفريقية للكرة الطايرة المقامة بصالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة. وأمام حضراتكم الفريقين على الملعب أو في الملعب، فريق اللي على إيدك اليمين فريق الكحول الأثيوبي بزيه الأبيض، وعلى إيدك اليسار فريق النادي الأهلي بزيه الأزرق والبنطلون الأسود. ونقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي. لاعبات النادي الأهلي: لاعبة تاتيانا بوكان رقم 3 المحترفة من مونتريجرو، دعاء الغباشي رقم 4، رقم 6 مع ميار خليفة، رقم 2 ندى وليد واقفة على الخط عشان تنزل مكان رقم 11 اللي هي سارة أمين، رقم 20 دعاء محمد معد الفريق، رقم 17 آية خالد، وهو هذا وتشكيل النادي الأهلي لمباراة اليوم في دور الثمانية للكرة الطايرة للسيدات المقامة بصالة الأمير عبدالله الفيصل. البطولة التي يستضيفها النادي الأهلي كان شارك فيها 14 فريق. وأقول لحضراتكم المجموعات: أما الفريق الآخر الكحول الأثيوبي رقم، أقول لحضراتكم هو تشكيل الكحول الأثيوبي: رقم 8 أمريش، رقم 7 زارا، رقم 6 أيلول اللي هي كابتن الفريق، رقم 5 جيرميم، رقم 4 كابا، رقم 1 امبيت، رقم 9 تكنجل، رقم 10 وتجرا، رقم 11 مامو، رقم ارسال واستقبال من النادي الاهلي ونقطة الاولى للنادي الاهلي وضربة ساحقة من مركز 4 والاهلي 1 لا شيء. الكحول الاثيوبي والارسال مع رقم 6 ميار خليفة تلعب إرسال من أعلى، ميار هتلعب إرسال ونقطة للنادي الأهلي، نقطة 2 الأهلي لا شيء. فريق الكحول الأثيوبي والتقدم للنادي الأهلي، كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني ويعاونه كابتن محمود الوزير المدرب العام، اللواء إيهاب حسن مدير الفريق، محمد حسن علي محلل الأداء، نادر نشأة مخطط الأداء واستقبال وإعداد ومحاولة من فريق، لكن نقطة للنادي الأهلي. النقطة الثالثة كرة كده ضعيفة من اللاعبة رقم 8 اللي هي أمراشي وتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي. النقطة الثالثة تكملة الجهاز الفني للنادي الأهلي: دكتورة هدير وحيد طبيب الفريق، الدكتورة ياسمين محمد أخصائي العلاج الطبيعي، أسماء محمد مدلك الفريق، ندى راشد أخصائي نفسي، ومحمد شريف أخصائي تغذية. ومحاولة من النادي الأهلي إعداد من دعاء، وتتانيا بتضرب، يا سلام تتانيا بتضرب ضرب ساحق في المكان الفاضي، من فاضي مركز 1 وبيجيب النقطة الرابعة. ده تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي، والجهاز الفني أو مدير الفني لفريق الكحول الأثيوبي اسمه تاميرات ملوكاسا، ده المدير الفني لنادي الكحول الأثيوبي. 4 الأهلي لا شيء. الكحول الأثيوبي ميار خليفة بتلعب إرسال وإعداد ومحاولة ودفاع عن الملعب، تاتانيا دعاء وضربة ساحقة ومحاولة من سارة أمين تلعب الكرة وتعدي، ومحاولة مرة تانية سارة بتدافع عن الملعب، دعاء تاتانيا بقى بتعدي الكرة كده فوق حائط الصد، ولكن في دفاع عن الملعب في تغطية على حائط الصد من لاعبات الكحول الأثيوبي مرة تانية، وادي الكرة ملعوبة من رقم 4 كابا ومحاولة النادي الأهلي، وكرة ما زالت مستمرة وهي خالد تيجي في الشبكة وتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي الكحول الأثيوبي النقطة الأولى، والإرسال بينتقل إلى الكحول الأثيوبي. يدير هذا اللقاء بوريس الحكم الدولي الكاميروني، الحكم الثاني ألفريد من كينيا، ويساعد هذا الطاقم التحكيمي منا هشام مسجل، طوقة حسن مساعد مسجل، يوسف إيكا اللي هي اللوحة الإلكترونية والتابلت، أمينة حمدون، منا احتياطي، منا صالح، ورحمة عادل، وفريدة مجدي، ونورهان حسام، كل دول مراقبين خطوط، 4 مراقبين خطوط للمباراة،
من مناطق القاهرة والجيزة. طبعا لجنة الحكام برئاسة كابتن أيمن الذهبي بلجنة القاهرة بيبذلوا كل الجهد لتوفير الحكام ومساعدتهم ومعاونتهم، ويراقب هذا اللقاء دكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنة المدربين والمدير الفني للاتحاد الأفريقي، وكابتن جواد برادة رئيس لجنة الاحتكام. وقت مستقطع والنتيجة 6 الأهلي 1 الكحولي الأثيوبي. وأمام حضراتكم الأجهزة الفنية لكل الفريقين، الكابتن إبراهيم فخر الدين طبعا ومحمود الوزير المساعد مدرب أو المدرب العام، بيحاولوا الأخطاء لو في أخطاء بيقولوا لهم عليها وبيهدوا ملعتهم. واضح أن المستوى الأهلي، طبعا الأهلي صاحب البطولات وصاحب الإنجازات، وهنقول لكم الأهلي خد كم بطولة وطلع إزاي لدور الثمانية. الأهلي كان في المجموعة الأولى مع السجون الكيني ومع نصرية بجاية أو شباب بجاية الجزائري، وغلبهم الاثنين بنتيجة 3-0 وصعد لدور الستاشر وفاز على أقول لحضراتكم فاز على مين دلوقتي، فاز على سان دوني جوزر يورونيون 3-0 وفي دور الستاشر وصعد إلى دور الثمانية. النقطة الثانية لنادي فريق الكحول الأثيوبي 2 والأهلي 6. الإرسال مع الكحول الأثيوبي رقم 10 بتلعب إرسال وتجرى ومحاولة الإرسال خارج الملعب، والنقطة 7 للنادي الأهلي. هذه 7 اللي هي ليبرو الفريق زعزارة، وهذا الإرسال مع النادي الأهلي. تاتانيا بوكان المحترفة من مونتينيغرو لنادي الأهلي، وإرسال قوي استقبال مش ولا بد وإعداد ومحاولة لتعدية الكرة. ندى وليد بتلعب الكرة ودافع عن الملعب، تاتانيا بتعدي، وادي سارة أمين بتعدي الكرة صوابع عشان تطمئن إن الكرة عدت. فوفت أدي الدفاع، أدي التغطية على حائط الصد اللي بنقول عليه، ومرة تانية ومحاولات، وندى حمدي رقم 5 بتسيب الكرة خارج الملعب. يا ندى برافو يا ندى، ندى حمدي رقم 5. والنتيجة 8 الأهلي 2 الكحول الأثيوبي. وعلى الإرسال تاتانيا بوكان رقم 3 بتلعب إرسال من أعلى، نعوضه مرة تانية تاتانيا. 3 الكحول الأثيوبي 8 النادي الأهلي. كان في مباريات ملعوبة قبل هذا اللقاء، نادي الزمالك فاز على فريق هقول لحضراتكم مايو كاني الكاميروني 3-0 وتأهل للدور قبل النهائي، وهنشوف هيلعب مع مين وهقول لحضراتكم. الإرسال واستقبال ومحاولة مرة تانية وحائط صد من آية خالد، تسلم ايدك يا آية، وطالعة حائط صد فردي وبيجيب النقطة 9. الأهلي يتقدم 9-3 الكحول الأثيوبي. فريق الكحول الأثيوبي من الفرق اللي بيقول عليها كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني انه طبعا مباراة مش سهلة، مباراة هتكون لها صعوبة شوية يعني. ارسال من ايا خالد ومحاوله مره تانية ودفاع عن الملعب تانية. ادي ندى وادي محاوله من ساره امين، يلا نخلي بالنا. نقطه 10 النقطه الرابعه للكحول الاثيوبي 9 النادي الاهلي. وعلى الارسال فريق الكحول الاثيوبي الارسال امام حضراتكم، كان في مسيحي المبر بيمسحوا ايه التعليمات كده من الحكم الثاني اهو للاعبي النادي الاهلي في منطقه الاحماء، يخلي بالهم منهم الحكم الرابع الاحتياط. الارسال من نادي الكحول الاثيوبي، استقبال النادي الاهلي ساره امين، دعاء يلا يا ميار برافو ميار، ولكن في خطا على لاعبي الكحول بلمس الشبكه. والنقطة 10 الأهلي 10 4 الكحول الأثيوبي. تاتانيا بوكان على الإرسال رقم 3، إرسال من أعلى خارج الملعب. هنحاول وفعلا قدروا يجيبوا لاعبات الكحول الأثيوبي مرة تانية، وضربة ساحقة من سارة أمين ومحاولة تانية لتعدية الكرة الملعب الأهلي، وإعداد وضربة ساحقة سريعة ميار خليفة
ميار خليفة بتلعب وبيجيب نقطة للنادي الأهلي، النقطة 11. النادي الأهلي كعادته ما بينساش لاعبته القدام، وعمل حفل تكريم قبل هذا اللقاء للاعبات النادي الأهلي القدامى، منهم كابتن عايدة إسماعيل، ومنهم كابتن منى عبد الكريم، شيماء عادل، نجلاء فوزي، يسرى عبد الكريم، شريهان سامح، منى عدلي، مرار رؤوف، أمينة فؤاد عبد السلام، ندى ناصف، هاجر بدر، آية عبد الله، نهى محمود، إنجي الشامي، نهلة سامح. طبعا كل دول ما اعتقدش ان انا نسيت حد، ولو نسيت حد يبقى يعذروني لان انا كتبت الاسماء بسرعة. وطبعا الاهلي قام الكابتن او المهندس محمد الضماطي رئيس اللجنة العليا وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي بتكريم اللاعبات. طبعا الكابتن عايدة اسماعيل دي عضو مجلس ادارة النادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ولاعيبة النادي الأهلي السابق، وهي طبعا من منطقة اسكندرية، وطبعا لها مدارس ولها نادي في منطقة في الاسكندرية. النقطة للنادي الأهلي، 12 الأهلي، 5 للكحول الأثيوبي. الكحول الأثيوبي ومحاولة من سارة أمين. سارة بتلعب الكرة ولا ونقطه مباشر او ايس ويجيب النقطه 13. الاهلي يتقدم 13 5 على الكحول الاثيوبي. ساره امين على الارسال، ساره رقم 11، استقبال من اعلى، اعداد وضربه ساحقه ومحاوله خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 15. الاهلي 5 الكحول الاثيوبي. يلا نستمر على كده ونحاول نخلص وناخد النقاط المتتالية عشان نفوز بهذا اللقاء ونصعد إلى دور قبل النهائي أو دور الأربعة. استقبال وحش ومحاولة من الكحول الأثيوبي لتعدية الكرة. ندى وليد، دعاء، يا دعاء يا دعاء، برافو يا دعاء، لعبة الكرة كده بزراعها الأيسر بدل ما تعد للطارب لتتانيا أو لميار، لا لعبتها، أو ندى حمدي لعبتها بزراعها الأيسر، جابت منها نقطة. دي مواصفات المعد الناجح أو الشاطر، ان هو يجيب نقطة وهو طالع يعد ويلعبها في ملعب المنافس. وادي نقطة تانية، والنقطة 17 16 ولا 17 16، النقطة 16 لفريق النادي الاهلي، 5 للكحول الاثيوبي. الحكم الدولي بوريس من الكاميرون بيلعب الكرة رقم 11. سارة استقبال من اعلى، محاولة مرة تانية واستقبال ودفاع عن حائط الصد او التغطية على حائط الصد، معلش تتعوض من ندى ميار خليفة، تبقى خارج الملعب، والنقطة 6. 16 6 فارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. رقم 6 على الارسال من الكحول الاثيوبي اللي هي ايلول كابتن الفريق، واضح ان هي كابتن الفريق فعلا، يعني قديمة والمعد بتاع الفريق. ضربة ساحقة من تانية، والنقطة 17 الاهلي، 6 لفريق الكحول الاثيوبي، و10 11 نقطة فارق لصالح النادي الاهلي. وعلى الارسال ميار خليفة رقم 6 ضارب من مركز 3، وندى حمدي برضو. هقول لحضراتكم ندى وليد ليبرو، وندى حمدي برضو ضارب من مركز 3، ودعاء معد الاساسي للفريق، وتتانيا ضارب من مركز 2 ومركز 4، وساره امين برضو ايضا ضارب من مركز 4. استقبال النادي الاهلي وضايع الارسال، والنقطه 19، النقطه 18. 18 الاهلي، 7 لفريق الكحول الاثيوبي. والارسال مع دعاء محمد، دعاء هتلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال، محاوله مره تانية، واعداد وتعدي الكوره، دفاع عن الملعب، يا معلش المره دي وسط متاخرين للكوره ندى حمدي ودعاء محمد. والنقطه الثامنه لفريق الكحول الاثيوبي، فارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. على الارسال مع نادي الكحول الاثيوبي، هتلعب الارسال اهو، يا
ارسال من اعلى استقبال ومع دعاء وتضرب من حائط الصد وتطلع بره الملعب، والنقطه للنادي الاهلي النقطه 19. 19 الاهلي 8 للكحول الاثيوبي. الارسال من اعلى من النادي الاهلي تتانيا بوكان، استقبال محاوله من رقم 11 من فريق مامامو من فريق كحول الاثيوبي مامامو، ومحاوله من ندى حمدي. يا سلام، تسلم ايديك يا ندى. والنقطه 20. اعتقد يعني مستوى الاهلي الفني والمهاري والبدني احسن من فريق الكحول الاثيوبي، وطلب المدير الفني تاميرات مولوكاسا الوقت المستقطع الثاني، الوقت المستقطع الثاني ليه، والنتيجه 20 النادي الاهلي 8 للكحول الاثيوبي. مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي والكحول الاثيوبي في الدور الثمانيه لبطوله البطوله الافريقيه المقامه بصاله النادي الاهلي الاهلي للامير عبد الله الفيصل. انتهى الوقت المستقطع لفريق الكحول الاثيوبي، والارسال مع تتانيا بوكان لاعيبه النادي الاهلي المحترفه من مونتينيغرو، استقبال وبتيجي في الشبكه، ونقطه لفريق الكحول الاثيوبي النقطه 9، وينتقل الارسال الى الكحول الاثيوبي. الارسال مع الكحول، ارسال من اعلى، ارسال استقبال النادي الاهلي، ندى وليد، دعاء محمد، يا خالد بتضرب من مركز 3 سريع وبيجيب النقطه 21. هذه التغييرات اهي مع الليبرو، ميار خليف بديل للليبرو ندى وليد، ميار 6 ندى وليد رقم 2، وبتلبس طبعا مخالف للفريق، اي ليبرو لازم يلبس مخالف حسب التعليمات. تتانيا بوكان طبعا اهي تتفاعل مع الجماهير القليله الموجوده في صاله النادي الاهلي. وادي محاوله مره ثانيه وحائط صد ناجح من ندى حمدي ومن ميار خليفه، وبيجيب النقطه 22، ويتقدم النادي الاهلي 22 9. ارسال قوي ورقم 7 اللي بيجيب النقطه زارا رقم 7 بيجيب نقطه لنادي الكحول الاثيوبي. تلعب ارسال من اعلى والنقطه 10 الكحول الاثيوبي 12 الاهلي، دعاء خلفي لتتانيا بوكان، والنقطه 23 الاهلي 10 الكحول الاثيوبي. والارسال مع النادي الاهلي ندى حمدي رقم 5، ارسال من اعلى والتقدم 23 10 الكحول الاثيوبي. ارسال من اعلى ندى، استقبال وحش كده من الليبرو بتاع الفريق اللي هي امبيات رقم 1. ارسال مره ثانيه ندى حمدي رقم 5، هتلعب ارسال من اعلى 24 10 نقطه، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. استقبال محاوله مره ثانيه النادي الاهلي، دعاء بترفع هناك كده في مركز 4 لسارة امين اللي بيجيب النقطه 25، وينتهي الشوط الاول 25 10 لصالح النادي الاهلي. وانتهاء الشوط الاول مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي والكحول الاثيوبي في دور الثمانيه البطوله الافريقيه انديه الابطال. ومحاوله من النادي الاهلي طبعا، اعتقد معنوياته احسن، امكانياته احسن، مستواه المهاري والفني والبدني اعلى بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين ومعاونه كابتن محمود الوزير. وراحه ما بين الشوطين، ونعود لحضراتكم مره ثانيه للشوط الثاني. Thank you.
مع حضراتكم مرة تانية من لنتابع معا أحداث مباراة الكرة الطائرة بين الأهلي وبين الكحول الأثيوبي في دور الثمانية البطولة الأفريقية للأندية أبطال لكرة الطائرة السيدات المقامة بفرع النادي الأهلي بالجزيرة بصالة الأمير عبد الله الفيصل. على إيدك اليمين يكون النادي الأهلي بالفانلة الزرقاء والشورت الأسود وتشكيل الأهلي كما هو في الشوط السابق، ولكن هو بدل لعيبة. سهيلة نزلت رقم 19، سهيلة رقم 19، سهيلة وفي دي صانع العاب تنزل مكان دعاء محمد، معاهم ندى حمدي 5 وتتانيا بوكان رقم 3 و17 ايه خالد اللي طلعت ونزلت مكانها الليبرو ندى وليد وميار خليفه 6 وسهيلة وفي رقم 19. ادي تشكيل النادي الاهلي وساره امين رقم 11. ادي تشكيل النادي الاهلي، تشكيل نادي الكحول الاثيوبي رقم 12 هامبو، رقم 4 كابا، رقم 6 ايلول كابتن الفريق جيريم، رقم 5 رقم 7 زارا، رقم 16 اللي هي ليبرو الفريق جيتو. وادي النقطة الأولى للفريق الكحول الأثيوبي والنادي الأهلي. الشوط الثاني نقول لحضراتكم، وادي محاولة من سهيلة وفي اللي بتجيب النقطة الأولى، نقطة التعادل. سهيلة ايه وطلعت ندى وليد ونزلت آية خالد اللي في مركز 3، وسهيلة دي بتلعب معد مكان دعاء محمد. هو طبعا شاف كابتن ريف فخر الدين شاف ان المباراة في سهلة واشرك سهيلة وفي عشان تاخد الاحساس بالمباريات الرسمية والاساسية. والنقطة الثانية تداخل من فريق الكحول الاثيوبي، والنقطة الثانية للاهلي، 2-1 لفريق الكحول الاثيوبي. والارسال مع الاهلي، ميار خليفة رقم 6، ميار بتلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد رقم 12 من فريق الكحول امبابو، ومحاولة ضرب ساحق من رقم 8 اماريش، وهناك استقبالها النادي الاهلي وبتعديها ايا خالد بجر مرة تانية، ومحاولة وحائط صد في دفاع عن الملعب من سهيلة، بتعد خلفي لتتانيا بوكان وندى حمدي، وبمحاولة للنقطة رقم 3 للنادي الاهلي. 3 الاهلي 1 للكحول الاثيوبي. ميار خليفة على الارسال رقم 6، ميار تلعب ارسال من اعلى وبتيجي في الشبكة وتنزل ملعب الاهلي وتبقى نقطة على الاهلي. الارسال مع نادي الكحول الاثيوبي، ارسال من اعلى بيجي في الشبكة برضو رقم 4 اللي هي كابا، ونقطة رقم 4 للنادي الاهلي. الاهلي 4-2 الكحول الاثيوبي، وسهيلة فوفيق رايحة على الارسال اهي، بتاخد خطوات الارتقاء وتعد لنفسها، هتلعب الارسال اهو. حكم بوريس اللي بيدير هذا اللقاء، الحكم الكاميروني الحكم الاول، والفريد الحكم الثاني من كينيا، ونقطة لفريق الكحول الاثيوبي رقم 3. 3 الكحول الاثيوبي، 4 النادي الاهلي. وادي رقم 11 نازلة اهي من فريق الكحول الاثيوبي اللي هي مامو، بمكان ال 16 اللي هو ليبرو الفريق جيتو. الارسال مع الكحول الاثيوبي، ارسال من اعلى كده، استقبال ندى وليد، اعداد سهيلة ومحاولة تعدي الكرة خطأ على النادي الاهلي على سهيلة، اللي بنقول عليها تعدي الشبكة او لاعب تعدى حدوده في فوق الشبكة. نقطة التعادل، اول مرة يتعادل فريق الكحول الاثيوبي، استقبال النادي الاهلي، سهيلة هترفع لندى حمدي، والنقطة الستة يا ندى، 5 النقطة الخامسة، 5 الاهلي، 4 الكحول الاثيوبي. والارسال مع النادي الاهلي، تتانيا بوكان رايحه على الارسال اهي المحترفه من مونتينيجرو، طبعا فرقه الرجال طبعا شرفت النادي الاهلي فريق الكره الطايره للرجال بقياده عبد الله عبد السلام واحمد صلاح
خدوا بطولة استثنائية وعملوا موسم استثنائي، خدوا 4 بطولات هذا الموسم وعوضوا الموسم الماضي، خدوا السوبر المصري ثم الدوري ثم أفريقيا ثم كاس مصر، وكان لهم فوز على العنيد المنافس العنيد ليهم النادي الزمالك في 3 بطولات كاس مصر والسوبر والدوري، لكن البطولة الأفريقية كان الأهلي الزمالك كان يعتذر فيها ومشاركش فيها. ادي محاولة مرة تانية من الكحولي الاثيوبي عايز يتعادل، وستة الاهلي 4 الكحولي الاثيوبي، ضربة ساحقة كده من ندى حمدي بتيجي في 12 اللي هي اماء هامبو، وتاخد نقطة، ياخد نقطة النادي الاهلي 7، الاهلي 7 الكحولي الاثيوبي 4، والارسال مع تتانيا استقبال من اعلى، ومحاولة مرة تانية وضربة ساحقة واعداد من سهيلة وسارة امين بتضرب مرة تانية، اعداد من فريق كحولي الاثيوبي ودفاع للملعب، ليه اتعزمنا على بعض وسيبنا الكورة؟ كابتن ابراهيم بيشاور لهم اهو، لازم اللي في المنطقة هو اللي يشيل الكورة، يعني صاحب المكان ده بتوع المنطقة الامامية. 5 الكحولي الاثيوبي و7 ليه النادي الاهلي، ومحاوله كده وضربه ساحقه من 17 ايه خالد ساره امين سوري رقم 11 وبتضرب وبتجيب النقطه 8 8 الاهلي 5 للكحولي الاثيوبي، والاهلي على الارسال ايه خالد ارسال من اعلى مع الوسب ايه بيجي في لعيبه بيروح للعيبه ثانيه بيعدي كرة بجر مرة تانية سهيلة وفي بتضرب ميار خليفة من مركز 3 سريع وبتجيب النقطة 9 تسلم ايديك يا ميار، والنقطة 9 ايه خالد كلاكيت تاني مرة على الارسال ايه تلعب ارسال من اعلى مع الوزن استقبال وحش كده، ونقطة للنادي الاهلي النقطة 10، يتقدم النادي الاهلي 10-5 دبل سكور 10 الاهلي 5 للكحول الاثيوبي، والارسال مع ايه خالد تاني كلاكيت تاني مره استقبال الكحول الاثيوبي استقبال واعداد ومحاوله لتعديه الكوره من رقم 4 تتانيا يلا وتحدي الكوره في خطا على لاعيبه من الاهلي لمست الشبكه ايه وسهيله وفي وهي طالعه تعد الكور النقطة 6 كحول الاثيوبي 10 الاهلي، الاستقبال توتانيا سهيلة ميار بتلعب الكورة في مكان فاضي وبيجيب النقطة 11 الاهلي 6 الكحول الاثيوبي، والارسال مع ندى حمدي مرة تانية ندى تلعب ارسال من اعلى ندى تلعب ارسال من اعلى استقبال ونقطة داخل الملعب داخل الملعب، كان في محاولة اعتراض كده برفع الايد على الكرة لكن مسكته على طول لما لقوا الحكم واخد قراره ان هي الكرة دي ايس للنادي الاهلي ونقطة للنادي الاهلي النقطة 12. وقت مستقطع طلب والمدير الفني لفريق الكحول الاثيوبي تاميرات مولونيك مولوكيسا، والنقطة 12 و6 للكحول الاثيوبي، كابتن ابراهيم فخر الدين طبعا تعليماتهم بين في وقت المستقطع للاعبات النادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع وعلى الارسال ندى حمدي رقم 5 هتلعب ارسال من اعلى ندى ارسال استقبال للكحول الاثيوبي محرة تانية ومحاولة خارج الملعب ولكن حسبها للنادي الاهلي خارج الملعب
نقطة للنادي الأهلي، النقطة 13، 13 الأهلي، 6 الكحول الأثيوبي. نادي حمدي على الإرسال، استقبال وسارة أمين بتضرب، ومرة تانية بترجع النادي الأهلي. سارة أمين ما تاني، سهيلة بتعد خلفي، وقتها تانية بتضرب وتطلع وتشوت وتجيب النقطة 14 للنادي الأهلي، 14 الأهلي، 6 للكحول الأثيوبي. ارسال من ندى حمدي، هتلعب ارساله اهي. ارسال يجي في الشبكه، ونقطه للنادي الكحول الاثيوبي، 7 الكحول الاثيوبي، 14 النادي الاهلي، دبل سكور 14. ادي الكحول الاثيوبي على الارسال، استقبال النادي الاهلي خارج الملعب، والنقطه 15 للنادي الاهلي، 15 الاهلي، 7 لكحول الاثيوبي. ارسال من اعلى، استقبال النادي الكحول الاثيوبي، هو كوره كده اعداد مش حلو من رقم 12 اللي هي هامبو، بتلعب الكره خارج الملعب وزميلتها ما جاتش على ايد زميلتها، والنقطه 16 للاهلي. ساره امين على الارسال، ارسال ساره امين، رقم 11، تلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الكحول الاثيوبي مره ثانيه، وحائط صد من النادي الاهلي ميار خليفه، والنقطه 17، 17 الاهلي، 7 الكحول الاثيوبي. كل الامنيات الطبيعية لفريق كرة الطائرة بالنادي الاهلي للسيدات للوصول الى النهائي ان شاء الله، واعتقد ان هو هيلعب دور الاربعة بكرة، ويوم السبت ان شاء الله هيبقى النهائي باذن الله. ادي محاولة كده من لعيب البن الاثيوبي لكن خارج الملعب، والنقطة 18، بان عليهم بيستهتروا او خلصوا اللي عندهم، مفيش كورة بتتلعب صح من لاعبي الكحول الاثيوبي. هيغير اثنين اهو، اثنين لاعبات، 6 و5 اللي هي جريم 5 وايلولو رقم 6، طلعت 12 وطلعت رقم 7 زارا، ورقم 12 اللي هي اهومبو. والارسال مع النادي الاهلي، صار امين بيضيع الارسال يا جماعه، 8-18، 8 لا 8 الكحول الاثيوبي، 18 النادي الاهلي. الارسال مع الكحول الاثيوبي، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال، هذه محاوله مره ثانيه، تاتانيا بوكان، وارسال، تلعب رقم 6 اللي هي كابتن الفريق اللي هي ايلولو، ومحاولة مرة تانية، تاتانيا، يا سلام يا تاتانيا، يا سلام يا تاتانيا، تاتانيا وكان بيجيب النقطة رقم 19، ضربة كده وبتلعب، هيعمل تغيير اهو كابتن مريم فخر الدين، رقم 10 من النادي الأهلي اللي هي زينة العالمي، مكان رقم 3 تاتانيا، وكان عايز يريحها، بيقول لها البسي الجاكيت بتاعك عشان عايز يريحها بقى عشان الماتشات اللي جايه. بتسلم على زمايلها زميلاتها كلهم، هو قال لها البسي الترنج بتاعك. الارسال ومحاوله من النادي الاهلي، حائط صد زوجي، ونقطه للنادي الاهلي، خطا على لاعبات الكحول، لمسوا الشبكه، كل اخطائهم يعني اخطاء كلها سهله يعني. وقت مستقطع، طلب المدير الفني لفريق
الكحول الاثيوبي، تاميرات ملوكسة، وادي تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين. طبعا هنا يبدا هو نزل، طبعا خرج دعاء اللعيبه الاساسيه في او المعده الاساسيه، طبعا اكيد قال لها البس الجاكيت. برضو تاتانيا بوكان الضاربه الاساسيه، ومنزل رقم 10 اللي هي زينه العالمي عشان يدرب كل اللاعبات اللي موجوده عنده. انتهى الوقت المستقطع، والميار خليفه رايح على الارسال، والنتيجه 20 الاهلي 8 الكحول الاثيوبي. الارسال مع ميار خليفه، تلعب ارسال من اعلى. بقينا في الملعب، ميار خليفه، ندى حمدي، ساره امين، ايه خالد، وزين العالمي، وسهيله وفيق، والليبرو بتاعنا ندى وليد. استقبال واعداد ومحاوله مره ثانيه، ضربه ساحقه كده من ايه خالد، 17 سريع من مركز 3 وبيجيب النقطه 21. الله عليك يا ايه. رقم 6 على الارسال ميار خليفه. ميار خليفه طبعا اصلا ضاربه من مركز 3. ميار هتلعب الارسال من اعلى مع الوزن. خارج الملعب يا ميار، خارج الملعب. الارسال رقم 4 من الكحول الاثيوبي كابا، والنتيجة 9 الكحول الاثيوبي 21 النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال كده ومحاولة من زينة العالمي اللي بتشوط كده، بتستقبل زينة وبتطلع سهيلة وفيق وبتلعب لها في مركز 4 وضربة ساحقة وبنجيب النقطة رقم 22. وسهيلة وفيق رايح على الارسال رقم 19، دي المعد الثاني للفريق. سهيلة بتلعب من الارسال من اعلى، استقبال، محاولة اعداد وضربة ساحقة قوية ما شفناش زيها في الماتش من رقم 18 من فريق الكحول الاثيوبي اللي هي تاجيش. تاجيش رقم 18 اهي اللي رايحة على الارسال، هي هتلعب تاجيش الارسال من اعلى. استقبال النادي الاهلي ندى وليد، اعداد سهيلة وضربة ساحقة ندى حمدي. يلا يا ندى مرة تانية، استقبال سهيلة، اعداد هناك المركز 2، لازم يكون في دفاع يا بنات على الضارب ده، يكون في تغطية على الضارب من سهيلة ومن لاعبات المنطقة الخلفية وتغطي على زين العالمي رقم 10. والنقطة 11 والدبل سكور 11-22 الكحول الاثيوبي النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي لكرة الطائرة سيدات متألق واصحاب بطولات. الاهلي لكرة الطائرة طبعا للسيدات، هقول لحضراتكم كام بطولة. الاهلي حائز على 75 بطولة لكرة الطائرة فريق السيدات النادي الاهلي، 40 دوري عام، 36 كاس، 10 كؤوس افريقية، وبطولة عربية 8، وسوبر مصري 2 للاعبات النادي الاهلي. ارسال النتيجة 24 الاهلي 11 الكحول الاثيوبي، نقطة وينتهي هذا الجيم لصالح النادي الاهلي. هذه الارسال مع زين العالمي رقم 10، هتلعب ارسال من اعلى، استقبال، والنقطة 25-11، وانتهى الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. والشوط الاولاني انتهى 25-10، والاهلي متقدم فريق النادي الاهلي لكرة الطائرة السيدات بشوطين مقابل لا شيء لفريق الكحول الاثيوبي، وراحة ما بين الشوطين الثاني والثالث، ونعود لحضراتكم مرة ثانية إن شاء الله.
مع حضراتكم في الشوط الثالث من مباراة الكرة الطايرة من بين فريقي النادي الأهلي ونادي الكحول الأسيوبي، محدثكم الدكتور مروان صالح، لنتابع معا أحداث المباراة. وفي تغيير في التشكيل عمله كابتن إبراهيم فخر الدين، طبعا هو دفع ببعض اللاعبات زي مي غزال، ودفع باللاعبة رقم واحد آية حمدي. طبعا آية حمدي رجع من الإصابة، آية حمدي الشامي، طبعا دي أخت إنجي الشامي والدها كابتن حمدي الشامي المدير الفني لنادي الشمس السابق، وربنا يديله الصحة هو وولاده، عائلة قروية بكرة طايرة زي بقية عائلات النادي الأهلي اللي موجودة، عائلة صلاح وعائلة عبد الكريم وعائلة رؤوف عبد القادر وعائلات كثيرة في النادي الأهلي، لاعبات ولاعبي كرة الطايرة بيمدوا للتاريخ. سارة أمين على الإرسال، سارة إرسال من أعلى، استقبال الكحول الأسيوبي، فريق الكحول الأسيوبي على إيدك اليمين بزيه الأبيض، فريق لاعبات الأهلي بزي فانيلا الزرقاء والشورت الأسمر أمام حضراتكم في تشكيل الأهلي. آية حمدي رقم واحد، 19 سهيلة وفيق، 6 ميار خليفة، 11 سارة أمين، وزين العالمي رقم 10، وتندى وليد رقم 2، ومي غزال رقم 14، هي اللي نازله مكان الليبرو بديل الروبلو او كروس الليبرو زي ما احنا بنقول. اما فريق الكحول الاسيوبي والاهلي متقدم 2-1، الكحول الاسيوبي على ايدك اليمين بزيه الابيض، استقبال ومحاوله من الكحول الاسيوبي، دفاع عن الملعب من ساره امين، اعداد من مسايله، وضربه ساحقه من زينه كده، ودفاع عن الملعب مره تانية، ولكن كده نقطه التعادل للفريق الاسيوبي الكحول الاسيوبي. الارسال مع النادي الكحول الاسيوبي، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، ساره امين، سهيله خلفي لآية حمدي، بتلعب الكره كده فوق حائط الصد، لسه ما خدتش فورمتها وما يعني ما وصلتش للفورم العاليه بقى، الاخطبوط انا مسميه الاخطبوط آية حمدي، ربنا يديها الصحه، وجايه من عمليه في الكتف. ارسال من اعلى، آية، استقبال واعداد ومحاوله من النادي الاهلي، ودفاع عن الملعب من ندى وليد، واعداد سهيله، مي غزال يا مي، تضرب كده سريع من مركز بين اربعه وثلاثه، وتجيب النقطه الرابعه، 4 الاهلي، 2 لفريق الكحول الاسيوبي. ارسال من اعلى، آية حمدي، استقبال مره ثانيه ومحاوله، وتحط الكره كده في الشبكه، والنقطه الخامسه للنادي الاهلي، 5 الاهلي، 2 لفريق الكحول الاسيوبي. ده الشوط الثالث، وبقى لنا حوالي 55 دقيقة في هذا اللقاء. استقبال، اعداد ومحاولة من الكحول الاسيوبي لتقليل الفارق، ومرة ثانية سهيلة بترفع لزينة العالمي، وبتجيب النقطة السادسة، 6 الاهلي، 2 الكحول الاسيوبي. على ارسال ثاني، آية حمدي، آية هتلعب ارسال من اعلى، استقبال، نقطة للنادي الاهلي، ايس يا آية. حيا حمدي مرة تانية، استقبال من الكحول الاسيوبي، اعداد مرة تانية بتضرب، ودفاع عن الملعب من سارة امين، اعداد سهيلة بتلعب هناك الكرة كده لزينة العالمي، ومحاولة لإحراز نقطة، دفاع عن الملعب مرة تانية، سهيلة، زينة العالمي، يلا يا زينة، النقطة، بتقول لهم معلش أنا حقكوا عليا لأن النقطة كانت عندها هي. 3 الكحول الأسيوبي، 7 النادي الأهلي. والإرسال مع الكحول الأسيوبي، إرسال من أعلى، استقبال كده، اعداد سهيلة، وضربة ساحقة من مي غزال، تيجي خارج الملعب من حائط الصد الاسيوبي، وتبقى نقطة للنادي الاهلي، النقطة التامنة.
8 الاهلي، 3 الكحول الاثيوبي. والاهلي طبعا يقترب من التاهل الى دور الاربعه ودور قبل النهائي. دفاع عن الملعب واستقبال الكره الاولى من الارسال ومحاوله لتعديه مجال العبور الى ملعب النادي الاهلي، وضربه ساحقه كده من ساره امين اللي بيجيب نقطه 9. ساره 9، 3 الكحول الاثيوبي. والارسال مع زين العالمي رقم 10 و9 3 مرة تانية اهو، ومحاولة خارج الملعب، خارج الملعب. ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 10، وقت مستقطع طلبه المدير الفني لفريق الكحول الاثيوبي تامرات ملوكاسا الاول. والنتيجة تقدم النادي الاهلي 10-3. وقت المستقطع والارسال مع زين العالمي رقم 10 والاهلي 10، 3 الكحول الاثيوبي. زينة بتلعب ارسال من اعلى استقبال ومحاولة مرة تانية، واعدادها تعدي الكرة الى ملعب النادي الاهلي، وضربة ساحقة كده زينة العالمي، يا سلام، تيجي في حائط الصد وتنزل ملعب الكحول الاثيوبي. النقطة 11، النقطة 11، وفي تغييرين كده هيعملهم الكابتن ابراهيم فخر الدين، رقم 4 دعاء الغباشي ورقم 8 من النادي الاهلي مريم ثروت، هيبقى مكان سارة امين، مكان سارة امين ومكان سهيلة وفي سارة امين. مريم ثروت دي معدة، اهي معدة، ومكان سارة امين ومكان سهيلة وفي عش كل ده بيدي اللاعبات الاحساس بالمباريات الاساسيه والرسميه قبل ما نخش بقى في النهايات. نقطه اهي للنادي الاهلي 12، نقطه 12 للاهلي، الاهلي 12، 3 للكحول الاثيوبي. مباراه سهله وبسيطه للنادي الاهلي، لاعبات النادي الاهلي قادرات ان هم ان شاء الله يوصلوا الى النهائي ويحققوا بطوله افريقيا للمره، هنقول بقى المره كام، نقول لحضراتكم الاهلي دي البطوله هتبقى رقم 11. استقبال ندى حمدي، اعداد مريم، مضاربه ساحقه من مي غزال وبيجيب النقطه 13. 13 3 الاهلي، 3 الكحول الاثيوبي. وتغيير كده لفريق الكحول الاثيوبي، زارا نازله رقم 7 مكان اللاعبه رقم، هقول لحضراتكم رقم 5 اللي هي جيريم. زين العالمي ارسال من اعلى، ما زالت مستمره على الارسال، استقبال تلعب 11 ارسال قوي ومحاوله لحائط الصد الزوجي مره ثانيه، استقبال اهو، اعداد مريم ثروت وضربه ساحقه من دعاء الغباشي رقم 4 اللي بيجيب النقطة رقم 14. 14 الأهلي، 3 لفريق الكحول الأثيوبي. على إرسال زينة العالمي رقم 10. زينة هتلعب إرسال من أعلى، استقبال ومحاولة لدفاع عن الملعب من فريق الكحول الأثيوبي، بيعدي الكرة بجر مرة تانية ندى وليد. مريم ثروت بتعد خلفي لين لآية حمدي، حائط الصد لازم في تغطية على حائط الصد. النقطة 4 الكحول الأثيوبي، 4-14. إرسال للفريق
الكحول الاثيوبي اعداد النادي الاهلي وبتضرب مي غزال مره ثانيه اعداد تعدي الكره الى ملعب النادي الاهلي ندى وليد محاوله من مريم ثروت وترفع لدعاء الغباشي اللي بيجيب النقطه رقم 15 الاهلي 15 4 الكحول الاثيوبي الارسال مع لعيبة النادي الاهلي مي غزال رقم 14 استقبال من اعلى وادي مره ثانيه ضربه ساحقه دفاع عن الملعب من مي ولكن خارج الملعب ونقطه للكحول الاثيوبي النقطه 5 5 15 والارسال مع الكحول الاثيوبي استقبال زين العالمي مريم ثروت ضربه ساحقه من دعاء الغباشي بيجيب النقطه 16 هي جمله واحده بتتعمل طك 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 استقبال اعداد ضرب صح على الارسال مريم ثروت رقم 8 بتلعب ارسال من اعلى استقبال حول مره ثانيه ودفاع الملعب من زارة خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 17 17 الأهلي 5 الكحول الأثيوبي على الإرسال رقم 8 مريم ثروت 17 الأهلي 5 الكحول الأثيوبي استقبال إعداد خلفي كده ومحاولة من رقم 18 تضرب ساحق وتجيب نقطة رقم 6 الارسال مع كحول الاثيوبي 6 17 الاهلي الارسال مع كحول الاثيوبي ارسال من اعلى استقبال دعاء مره ثانيه دعاء الغباشي بتضرب من مركز 2 ونقطه للنادي الاهلي النقطه 18 ورايحه على الارسال اهي دعاء الغباشي رقم 4 لاعيبه منتخب مصر تلعب منتخب مصر الكره الشاطئيه استقبال من النادي كحول الاثيوبي اعداد ومحاوله ضربه ساحقه دعاء الغباشي مريم ثروت زين العالمي بتعدي الكوره كده وهي بتلعبها في حائط الصد سهله وبليسنج بتجيب النقطه 19 19 الاهلي 6 للكحول الاثيوبي على ارسال من اعلى مع والدعاء الغباشي هتلعب ارسال من اعلى استقبال مره ثانيه لفريق الكحول الاثيوبي محاوله وخطا بدل ما تعدي الكره ملعب النادي الاهلي لا جابتها في الشبكه ونزلت ملعبها والنقطه 20 20 النادي الاهلي 6 لفريق الكحول الاثيوبي الاهلي نقول اتاهل بقى للدور قبل النهائي او دور الاربعه للبطوله الافريقيه للكره الطايره صاحب بطولات وانجازات ان شاء الله نشوفه في النهائي ان شاء الله ودفاع عن الملعب من رقم 16 اللي هي ليبرو الفريق جيتو ونقطة للنادي الأهلي النقطة 21 الأهلي 21 6 الكحول الأثيوبي ده الشوط الثالث الشوط الأولاني خلص 25 10 الشوط الثاني 25 11 والإرسال مع دعاء الغباشي دعاء إرسال من أعلى استقبال الليبرو 16 جيتو إعداد ومحاولة بتعدي الكورة ودفاع عن الملعب كده 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 لا كرة سهلة يعني كابتن ابراهيم بيقول ان الكرة دي سهلة من ايه ما نضيعهاش مننا استقبال من الليبرو محاولة كده ولكن كان المفروض تطلع معاها مريم ثروت وتلعب حائط صد في الكرة اللي فاتت دي 8 الكحول الاثيوبي 21 النادي الاهلي استقبال ندى وليد زين العالمي هتعدي بقى دعاء الغباشي مرة تانية الكحول الاثيوبي ومحاولة مرة تانية دعاء الغباشي في خطأ على لاعبات الاهلي شبكة على ارسال مع الكحول الاثيوبي مفيش خوف على الاهلي ولا لاعبات الاهلي هم ثلاث اربع نقاط ويخلص الشوط واللقاء لصالح النادي الاهلي والاهلي يتاهل ايه هو دي نقطة 22 من زين العالمي 22 الاهلي 9
للكحول الاثيوبي. اهي مي غزال نازله مكان الليبرو ندى وليد، وطبعا بتلعب في مركز ثلاثة قدام وبتلعب بتجيد اللعب من السريع. ارسال النادي الاهلي، ميار خليفه رقم 6 بتلعب من اعلى، استقبال الكحول الاثيوبي ومحره ثانيه ومحاوله خارج الملعب، والنقطه للنادي الاهلي، النقطه 23. الاهلي 23، ضغط مستقطع طلبه المدير الفني للكحول الاثيوبي، طبعا هو عايز يعمل اي حاجه. طبعا النتيجه باينه خالص في الاشواط اللي فاتت، 25-10 25-11، والشوط الثالث ده هيخلص يعني بنفس الكيفيه اعتقد. وطبعا كل الامنيات الطيبه لفريق كره الطايره للسيدات بالنادي الاهلي على شان يوصل النهائي ان شاء الله، يلعب قبل النهائي بكره، والنهائي هيبقى يوم السبت باذن الله. ميار خليفة على الارسال، 23 النادي الاهلي، 9 للكحول الاثيوبي، والارسال مع ميار خليفة رقم 6، تلعب ارسال من اعلى، ارسال ميار، اعداد مرة ثانية ومحاولة وضرب ساحق، نقطة للنادي الاهلي، نقطة للنادي الاهلي، فور باس، الحكم مشاور اهو الحكم بوريس الكاميروني، والنقطة للنادي الاهلي، 24 الاهلي، 9 لفريق الكحول الاثيوبي. مباراة طيبة، وكل مبروك للنادي الاهلي واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبات التأهل للدور قبل النهائي. والارسال مع ميار خليفة، ارسال وهنشوف النتيجة هتبقى كام، ومحاولة والنقطة 25، وينتهي الشوط الثالث من المباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الاهلي ونادي الكحول الاثيوبي بفوز النادي الاهلي بثلاثة اشواط في الكرة الطائرة السيدات في البطولة الأفريقية والتأهل إلى السيمي فاينال أو الدور قبل النهائي. 25 الشوط الأول، 25-10 الشوط الثاني، 25-11 الشوط الثالث، 25-9. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، ألف مبروك لفريق الكرة الطائرة للسيدات النادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم دكتور مروان صالح، وإلى لقاء آخر.